اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه. زي ما قلت لحضراتكم واحد من النجوم الكبيره جدا ومثل وقدوه للكثير من شباب مصر واهلاويه مصر وكل من يشجع كره القدم، النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. ازيك كابتن ربيع؟ مشرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهارده. اهلا بيك كابتن اسلام، وانا اسعد طبعا وبتشرف انا موجود في قناه النادي الاهلي النهارده. ربنا يخليك كابتن ربيع. يعني خليني ابدا مع حضرتك من البدايه، ودائما انا بحب ابدا من البدايه لانه الشباب اللي بيتفرج على قناه النادي الاهلي واخد حضرتك مثل وبياخد كل نجوم النادي الاهلي كمثل ليه بيحب يعرف البدايات بتبقى عامله ازاي والصعوبات اللي حضراتكم قابلتوها لغايه لما اصبحتوا نجوم داخل النادي الاهلي ومنتخب مصر. هو حضرتك انا بلعب الكوره من سن صغير جدا، وكنت حياتي كلها كوره، يعني مدرسه، يعني كنت الصبح قبل المدرسه وفي الفسنان فسحه وبعد المدرسه، وبعدين اخلص اروح مركز الشباب عندنا. فين يا كابتن؟ الفشن، مركز الفشن محافظه بني سويف. اه، وبعدين انا حضرتك كانت البدايه، كانت البدايه ما كانش احنا في مسابقات، ما كناش بنشترك في مسابقات، يعني نلعب بيبان، نلعب بني سويف، نلعب سموسطة، هو ده الطموح اللي كان موجود، والماتشات كانت موجوده في مركز الشباب. اه، بس كان معظم وقتي دايما تقسيمات ودورات رمضانيه ودورات شراب صغيره، فكان دايما انا كنت شاطر فيها وكنت موهوب من صغري، يعني الموهبه كانت موجوده. أوه. عشان كده لعبوني مع الفريق الكبير وانا عندي 15 سنه، لحد ما يعني كانوا بياخدوني بقى في ماتشات التحدي. كنت انا دايما يعني بحب المكسب، وبحبين يعني موهبتي ظهرت بدري قوي، وفي نفس الوقت طبعا يعني كنت انا قافل على نفسي في مركز الشباب الفشن، بس ما عنديش، ما كنتش اعرف اخرج بره الفشن خالص.